إذا عم تفتشوا على شقة سكنية بمنطقة كتير مرتبة وشارع كتير رايق، ما إلكن غير أدما 297. أدما 297 مشروع بناية مؤلف من 7 شقق سكنية للبيع، كل طابق شقتين، في شقق مع تراس وآخر طابق شقة واحدة. الشقق بمشروع أدما 297 بمراحلهم الأخيرة، مساحاتهم من جوا 217 متر مربع، مؤلفين من ريسبشن أرياز، مطبخ مع الميد روم، وثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر. كل شقة من جوا بتتميز ببلاتر خام، هيتر على الميزوت، ديكور جفصين، ومطبخ بيتسلم حسب طلب الزبون. آخر طابق بيتميز بشقة وحدة مساحتها 250 متر مربع، تابع لإلها تراسات داير من دار بمساحة 190 متر مربع، واللي بيميزهم أكتر وأكتر إنه وصلهم كهرباء، مي وإنستليشن للهيت. شقة ببناية أدما 297 بمراحلها الأخيرة وجاهزة للتسليم. في شقة أفيلابل مع تراس بمساحة 100 متر مربع، أندرغراوند باركينج لكل شقة من بوابة على الريموت كنترول، وستورج روم. 217 متر مربع بأدما مع فيو كتير مميز صوب البحر وصوب الجبل. ستارتينج برايس 2450 دولار بالمتر. شقة دوبلكس جديدة بمنطقة الربوة على الشارع رقم 9. البناية عمرها 3 سنين، والشقة على الطابق الرابع والخامس مساحتها 250 متر مربع على أول طابق، مؤلفة من 3 ريسبشن أرياز بيطلعونا على بلكون من واجهة إزاز مطلة على الفيو، مطبخ، فاميلي روم، تواليت للضيوف، وجوا 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر. مواصفات هيدي الشقة بتتضمن بلاتر خام، هيتر على الميزوت، امتدادات للاير كونديشن، ستورات على الكهرباء، وخزانات خشب بالحيط بغرف النوم. ثاني طابق لهالشقة هو روف شاحط بيتون ملبس ارميد من برا، يستفاد من مساحته ل 120 متر مربع مع تراس بمساحة 35 متر مربع مطلة على الفيو. بالربوة شقة جديدة للبيع بمبنى عمره 3 سنين، 250 متر مربع مع 3 غرف نوم، واحدة ماستر، 2 باركينج أندرغراوند، حالياً للبيع ب 550 ألف دولار. شقق سكنية للبيع بمنطقة الويزي بعبدة بقلب بناية فخمة مؤلفة من 5 طوابق، كل طابق شقتين، شقة 190 متر مربع مؤلفة من 3 غرف نوم، وتاني شقة 200 متر مربع مؤلفة من 3 غرف نوم مع تي في روم بالنص. مواصفات كل شقة بتتضمن بلاتر خام بالأرض، ديكور جافسين، تجهيزات لاير كونديشن، وهيتر على الميزون. الشقق ببناية الويزي بمرحلة التسليم، كل شقة تابع لها 2 باركينج واندرغراوند ستورج روم. تتميز كل شقة بفيو صوب الجبل وصوب البحر ما بيتسكر عليها. بالويزي 190 متر مربع أو 200 متر مربع بثلاث غرف نوم، حالياً ستارتينج برايس 2400 دولار بالمتر.